السلام عليكم. هذا المقطع غيكون مخالف لباقي المقاطع. غادي نتكلموا في واحد الموضوع اللي مخالف للمواضيع اللي كنت كنتكلم فيها. فبمناسبه مير وجوان بخصوص مونديال قطر، لاحظت واحد الحاجه، وهي انه شحال من لعاب من اللعاب الكبار هذا العام طاح لي المستوى، بخلاف السنوات الماضيه اللي كان هو اللي مكتسح الساحه الكرويه والساحه الاعلاميه. حاليا الاعلام اللي كان كيطلع من داك اللعاب ولا كيطيح منه من خلال الخرجات اللي كيديروا او الصور اللي كيلتقطوا لهذه اللعبه، فيها شيء من الاحتقار. فانا في هذا المقطع ماشيش نتكلم على اللعب واش طلع ليه النيفو ولا طاح ليه النيفو، انا بغيت نحاور دوك الاشخاص اللي كيتخذوهم قدوه وكيتاثروا بهم من ناحيه الحسنه او اللباس، بل منهم اللي كيشم في الجسد ديالو تاثرا بذلك اللعب. فانا اللي بغيت نوصل لك هو انه هذه القدوه اللي اتخذتي انما هي قدوه وهميه او مؤقته. فاللاعب كيضرب 20 سنه في الشهره والنجوميه، كتجي واحد المرحله كيطيح ليه المستوى وما كيبقاش يعطي كيف كان. اولا الاعلام غيتقلب عليه، وحتى بعض المشجعين غادي يتقلبوا عليه. ثانيا انت غادي بيتقلب على قدوه اخرى، فانت كانسان لابد لك من ان تتخذ قدوه، فان لم تكن صالحه وناجحه نجاحا حقيقيا غادي تاخذها فاسده. المهم غتبحث على لاعب اخر يكون لك قدوه، وغيوقع لك نفس السيناريو اللي وقع لك مع اللاعب الاخر. اذا هذه كلها قدوات مؤقته، ما كنتكلموش واش هي فاسده او صالحه، وانما كنتكلموا على انها فقط مؤقته. والانسان الناجح كيقلب ليه على قدوه اللي تكون دائمه ما عندهاش تاريخ الانتهاء. ثانيا تكون صالحه، فكفانا من القدوات الوهميه المؤقته. انت كمسلم خير قدوه بالنسبه لك هو الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث انه قدوه دائمه وقدوه ناجحه وصالحه. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا يمكنك أن تتخذ قدوة إلا بالتعرف عليه من خلال دراسة سيرته والتعرف على شمائله. فكفانا من القدوات السيئة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.